اهلا بحضرتك يا استاذ عبد الله. اهلا وسهلا، مرحبا استاذ عبد الله. بدايه، كيف تتابع هذا الكم الكبير من الانتهاكات الصهيونيه بحق ابناء الشعب الفلسطيني؟ ما نتابعه كسائر المسلمين بل كسائر العالم كله. لأن القضية الفلسطينية في الواقع نحن نرى إذا كان أحرار العالم وشرفاء العالم مكتملي الإنسان إلى القضية الفلسطينية وإلى جرائم الاحتلال الصهيوني من الزاوية الأخلاقية، فنحن كمسلمين نراها من زاويتين: الزاوية الأخلاقية والزاوية الدينية أو الزاوية العقدية. هذا يعني نظرة لهذه القضية كمسلمين وكعرب. لكن بالنسبة للجزائريين هي ربما أكثر من هذا بكثير، لأنه أنت تعرف أن لكل مواطن جزائري قضيتين خالدتين ووطنين، وقضيته الأولى هي تحرير بلده الآن التي أصبحت واجبا لا يحيد عنه إلا خائن، وتحرير الجزائر من ربقة وكلاء الاحتلال في الجزائر، مثل ما هي قضيته الثانية أو قضيته الأولى مع قضية الجزائر اللي هي تحرير فلسطين أرض الأنبياء من الاحتلال الصهيوني. فبالتالي الجزائري يشغله الآن شاغلان وهمان قضية تحرير أرض الشهداء من وكلاء الاحتلال الفرنسي وقضية تحرير أرض الأنبياء من الاحتلال الصهيوني. وبالمناسبة هذه الأيام ونحن يعني نهاية رمضان وأيام العيد هذه، العالم كله يحدث ما يرى ويشاهد الصمت المطبق، التآمر الدولي على الشعبين العربيين في 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 فلسطين وفي الجزائر. فما يتعرض له الشعب أهلنا في فلسطين على يد الدولة المافياوية الكيان الصهيوني هو تقريبا شبيه إلى حد ما بما يتعرض له الشعب الجزائري.